قلت له يلا شباب تمرون في الطاقة؟ والله منكم نستفيد يعني صح؟ منكم نستفيد نشوف شيء بعد عندك الزهر اللي اباك تسويه من غير ما ان اي حد يشوفه اباك تلف الزهر لرقم معين للرقم اللي تحبه هو حق تشوفه وتغطي عليه بس الوقت تشوفه وتغطي عليه واحاول اخمن الرقم اللي انت اخترته من غير ما انا اشوفه ولا اي حد ثاني يشوفه فانت تلفه تشوف الرقم اللي فوق تغطي ايدك عليه وانت تركز عليه حلو محمد
طبعا الجماعه يقولون سحر ما سحر وسحر، لا لا هذا سحر فوق مو سحر معين البستيكي وبس.